كما نتابع العناوين التالية في موقع صحيفة مأرب بريس والتي أبرزت العناوين التالية: «اللواء سلطان العرادة يضع حجر أساس لأهم مشروع استثماري سياحي سيصبح من أهم المقاصد السياحية محليا وعالميا». (شبوه) تمنح تراخيص لأول ثلاثة مشاريع استثمارية بالمنطقة الصناعية. وفاه اكاديمي يمني بعد ايام قليله على خروجه من سجون الحثين